جامد على ياسمين رئيس لما طلعت مع حسن شحاته خالص. بالعكس انا زعلت ان هي طالعه من مسلسل ناجحه ومكسره الدنيا وهتعمل اغنيه مهرجان ليه. انا عندي مشكله ان الناس شايفه متخيله ان اللي هيغني مهرجان هينجح. مش هينجح. اللي بينجح مطرب المهرجان هي لايقه عليه. زي مطرب المهرجان اللي يجيب يغني اغنيه عاديه تسقط. فمش لازم اي حاجه تنجح ننط نبقى فيها يا جماعه. وانا اديت مثال. انا عايز اغنيه من فبراير لاغسطس 2021 مهرجان عدت 110 مليون زي هوبا. اذا الاغنيه الحلوه هتنجح. اعملي اغنيه. انا مش ضد ان اي ممثل يغني او العكس. خلي بالك ميدان تامر حسني مطرب ونجح جدا في التمثيل واجره بقى اعلى اجر مع حلمي اهو. اذا ده مش احنا مش ضده. بس يا جماعه مش لازم اعمل مهرجان في الاخر في السي في بتاعك لما هنغور في السن ولادنا يشوفونا ليه يعني. ده فغني نغني بس غني الا لو جوه الدراما يعني جوه العمل الدرامي اغني مهرجان واعمل اللي نفسي فيه. اما اغنيه تنزل سيبريت كده لا. انا كنت انا مالي بقى كفايه عليا كده. لا طبعا 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 طبعا